السيسي يؤكد أن الدولة تعمل ضد الإرهاب والفساد. وزيرا الداخلية والدفاع يتفقدان عناصر الجيش والشرطة بشمال سيناء. ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة بعد ساعات من سريانها. موجز الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. في حديثه للشعب قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك إرادة سياسية قوية لمواجهة الفساد وأن الدولة تعمل على ذلك من خلال خطة عمل جديدة. بنواجه الفساد على محورين. المحور الأول هو القضاء، الإجراء الأمني والإجراء القضائي، وده شغال وزي ما بقول يد الأجهزة بالكامل تعمل بلا حدود في هذا الموضوع. المحور الثاني ان احنا كمان بنعدل التشريعات والقوانين اللي تسهل وتصوب اداء الاجهزه ومكافحه الفساد. لكن خليني اقول لكم على حاجه، كل ما يبقى عندنا قدره على ان احنا، وارجو ان الكلمه دي توصل بمعناها المطلوب، نحيد العامل البشري. يعني لما انا النهارده يكون عندي نظم معلومات جيدة جدا ونظم إلكترونية جيدة جدا في مختلف مؤسسات الدولة، هيبقى أنجزنا كتير في هذا الملف. وفيما يتعلق بملف الإرهاب قال السيسي أن جميع أجهزة الدولة تحارب هذه الظاهرة، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب تستدعي مواجهة الفقر والجهل وتطوير الخطاب الديني وعدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية. مواجهة الإرهاب هي مواجهة الحقيقة مش أمنية فقط، هي مواجهة شاملة بتعتمد على ان احنا نحارب او نكافح الفقر ونكافح الجهل، ويبقى في عندنا خطاب مستنير وخطاب ديني مجدد يتعامل مع الافكار المغلوطة والمشوشة. كما أعلن الرئيس عن مبادرة لمكافحة فيروس سي بمشاركة شركات الأدوية الخاصة وبتوفير 1,000,000 جرعة سنويا لمعالجة 1,000,000 فرد. أنا كنت قلت التقيت ببعض المنظمات برضو، فالتقيت ببعض الشركات العاملة في مجال الفيروس، إنتاج الأدوية الفيروس سي. الدولة بتقوم حاليا بعلاج نسبة من على مدار السنة. أنا طلبت منهم وقلت لهم إن إحنا للشركات ديت، وهم دلوقتي سامعيني بقول لهم المعدلات اللي إحنا ماشيين بيها، أنا مش بتكلم على الحكومة، أنا بتكلم على شركات إنتاج الدواء اللي هو لعلاج الفيروس سي. بصراحة أنا محتاج من هذه الشركات، وده ملوش علاقة بتعاقد الحكومة معاكم، أنا عايز أخذ من هذه الشركات إن أمكن 1,000,000 علاج سنويا. ولفرنسا، ومن المقرر أن يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لتطوير ترام الإسكندرية ومذكرة أخرى بشأن التعليم الفني والتدريب، وذلك بحضور نظيره الفرنسي مانويل فالتس، ويعقبها مؤتمر صحفي لكل منهما. شدد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شدد على ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر في الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة العمليات الإجرامية التي تجري في سيناء. جاء ذلك خلال تفقده بمرافقة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة التي تم وضعها لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية وللقضاء عليها في شبه جزيرة سيناء. قتلت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء 5 عناصر إرهابية خلال حملات أمنية في مناطق رفح والشيخ زويد، كما ألقت القبض على 12 مشتبها بهم، بينهم 4 يشتبه بانتمائهم لتنظيم بيت المقدس الإرهابي، فيما دمرت خلال حملاتها منازل وبؤر إرهابية مختلفة.
قضائيا تستأنف جناية القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية التخابر مع قطر، وذلك لاستكمال فض الأحراز. النيابة أسندت للمتهمين تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر. أما في الشأن اليمني فقد خرقت ميليشيات الحوثي وقوات صالح المولية لها الهدنة الإنسانية التي أعلن التحالف العربي عن بدء سريانها في اليمن ليلة أمس، حيث شنت هجوما واسعا على مدينة الضالع، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة والرشاشات وقذائف الهاون الأحياء السكنية في تعز وعدن، إضافة إلى قصف مواقع المقاومة الشعبية في مأرب. هذا وقصفت طائرات التحالف تجمعات لميليشيات الحوثي في محافظة إب بوسط اليمن. يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي، وذلك قبل انعقاد قمة كامب دافيد التي ستجمع أوباما بقادة دول الخليج العربي في المساء. ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودي إن القمة ستركز على محاور رئيسية تتناول التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب. وختاما هذه التذكرة بأبرز العناوين. السيسي يؤكد أن الدولة تعمل ضد الإرهاب والفساد. وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان عناصر الجيش والشرطة بشمال سيناء. ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة بعد ساعات من سريانها. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت هو www.alnaharlive.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.